مقابلات كما هذو تلعب على جزئيات صغيره وين مخالفه يعني سجلها حسين اشو معروف يعني يثير مخالفات في المستوى. احنا يعني حبينا نكملوا في الديناميكيه تاع المباريات يعني هذه النتائج ايجابيه لا غالب حبينا نفرحوا الشعب هذا وين اليوم ما كتبتش مالغري كنا واقفين مليح في التيران تبعنا تعليمات الطاقم الفني ولا غالب نتاسفوا الجمهور اللي جا هذا ونطلبوا منهم يسامحونا عشان نعوضوا على الماتش اللي جاي ان شاء الله.